أيضاً المسيح جوا بيته الكنيسة اللي بنكلمها ونقول الكنيسة هي إيه؟ الكنيسة هي أمي، والأم دايماً بتشبع أولادها، تهتم برعايتهم، تخليهمش محتاجين لشيء. النهاردة يباركنا باشمهندس مشهور ومعروف عن إن إحنا نقدمه، كلكم بتشوفوه كتير أوي في قنوات الدينية أغابي وسي تي في. باشمهندس فايز صدراك اسقف سكويت، خادم حلو جميل ومكرس تبع اسقفيه الشباب، وله خدماته الواسعه، معروف عنه كلماته الجميله المركزه. فهيكلمنا النهارده عن موضوع يهمنا كشباب في سن ثانوي. نحن في الحياه لينا خصوم كتير، والخصوم دول عايزين يبرزونا عشان يوقعونا، فبنسميها التحديات. فاحنا كولاد ربنا نبقى سهرانين وواقفين ليهم بالمرصاد عشان ننجو من هؤلاء اللي عايزين يبرزونا ويسقطونا ويضيعوا ابديتنا. هنسمع دلوقتي شباب ثانوي مع تحديات العصر اللي احنا فيه. بعد كده هيبقى في فرصه للاسئله، ممكن اللي يقدر يقف يتكلم يبقى حلو خالص، وفي ورقه توزع عليكم، ممكن برضو اللي بيخجل انه يقف يتكلم يكتب السؤال اللي هو عايزه. ليا طلب صغير، نحن ننصت وبلاش الكلام مع بعض خلال فترة المحاضرة. ممكن الطلب ده يتنفذ؟ أشكركم. بارك يا أبي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مساء الخير. أنا عارف إن البرنامج طول عليكم، عشان كده مش هطول عليكم. يعني سن ثانوي سن معروف إنه سن التعرف بالمسيح، يعني بيقولوا حتى في الإحصائيات اللي معرفش ربنا صح في سن ثانوي بيقل بعد كده فرصة معرفته بربنا 20%، يعني للخمس. عشان كده هي السن الفرصة الذهبية لما التعرف على المسيح بيبقى دايما في سنكم. أنا عن نفسي عرفت ربنا قوي قوي، قربت منه، كنت مدرسة أحد وأنا صغير صحيح، لكن قربت منه قوي وأنا في سن ثانوي. كنت واقع في مشكلة كبيرة جدا، وكنت طبعا حسب سني بعتبرها الحياة كلها، وبعتبر ان يعني لدرجه وصلت ان يا ريت بقى حياتي انتهي. فكان كنت في مكان بعيد عن بيتنا، وكانت اختي ادتني انجيل صغير كده في عهد جديد، فقلت طب اقلب في الانجيل. فتحت الانجيل على انجيل مرقص، بقيت اقرا فيه، بصيت لقيت نفسي بامانه زي ما بكلمه كده نسيت المشكله تماما، ولقيت نفسي في مكان بعيد خالص عن المشكله، كام لو كنت اترفعت خالص للسماء. اقفل الانجيل ابص الاقي المشكله رجعت، افتح الانجيل الاقي المشكله راحت. من هنا ابتدى محبتي للكتاب المقدس. من وقتها ولحد النهارده وهذه المحبه كل يوم بتزيد في كلمه ربنا. عشان كده تعرف بالمسيح وبكلمه ربنا، لان كلمه ربنا بتشهد لله الكلمه. كلمه الله تشهد لله الكلمه. يعني بيقولوا كده لما نحب نتعرف بواحد نقول له اتكلم عشان اشوفك. هو الواحد بيقول له اتكلم عشان ايه؟ اسمعك. لكن ده يقول له اتكلم عشان اشوفك، يعني ايه؟ يعني ابص الواحد كده اكون عنه صوره. افرضوا واحد كده لابس هدوم كده يعني متواضع وكده، اقول له انسان غلبان، اقعد جنبه واقعد اتكلم معاه، ابص الاقيه عالم، الاقيه بيتكلم في حاجات عاليه قوي. الصوره على طول تتغير، وابص له ان هو ايه؟ عالم. امتى حصل ده؟ لما اتكلم. فلما اتكلم شفته. هو ده اللي عمله ربنا. موسى قال لربنا عايز اشوفك، قال له ما حدش يقدر يشوفني ويعيش. يعني ايه يا رب؟ قال له يعني ما معناه حد عينه تعبانه يقدر يبص في الشمس؟ عينه هتضيع على طول. طب ونعمل ايه؟ قال له انا هتكلم عشان تشوفني. فارسل الله كلمته. أرسل الله إيه؟ كلمة اللي هو مين؟ اللي هو المسيح. عشان كده المسيح قال من رآني فقد رأى مين؟ الآب. يعني لما ربنا اتكلم في المسيح وشفناه. يعني حد تاني قال مثل بسيط، قال إيه؟ قال الكهرباء دي والنور اللي احنا شايفينه كده
ده كله بيجي منين؟ عارفين بيجي منين؟ بيجي من السد العالي وبيجي من محطات كهرباء عاليه وكده. الكهرباء اللي بيطلعها السد العالي عباره عن 11000 فولت. ال 11000 فولت لو دخلت على الكنيسه هنا تعمل ايه؟ تحرق كل اللمبات، ممكن تولع لا سمح الله في المكان. طب نعمل ايه؟ قال لك في حل بسيط. نعمل ايه؟ نجيب حاجه اسمها محول. المحول ده فيه وشين، وش يستحمل ال 11000 فولت والوش الثاني يطلع 220. اهو ده المسيح ذو الطبيعتين، طبيعه الهيه فيها كل اللاهوت اللي هو ال 11000 فولت، وطبيعه بشريه تقدر تدينا احنا ال 220. هو ده سر التجسد ببساطه. عشان كده احنا بنشوف في المسيح صوره الله، وهو ده اللي قال وان من راني فقد راى اله. ديت يعني مقدمه بسيطه ان حياتنا كلها ازاي نعرف المسيح. المسيح هو سر الحياه، يقول كده لانك انت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجائنا كلنا، شفائنا كلنا، قيامتنا كلنا. يعني كل شيء لينا هو نقدر المسيح. فمرة شاب في سنكم كده بيسألني بيقول لي أنا نفسي أفرح، مشكلتي إني مش عارف أفرح. قلت له الفرح بيتلخص في كلمة واحدة، هو ده التحدي. قال لي إيه هي الكلمة دي؟ قلت له الحرية. قال لي وفين الحرية؟ حد قادر ياخد حرية؟ لا عارفين ناخد حريتنا في البيت ولا في المدارس ولا في المذاكرة ولا يعني مقيدين في كل حتة. قلت له لا، احفظوا الحكاية اللي هقولها دلوقتي أو المثل اللي هقوله. الحرية ليست في ظروفنا ولكنها في قلوبنا. تاني، الحرية ايه؟ مش في ظروفنا لكن في ايه؟ في قلوبنا. يعني ايه؟ يعني الحرية مش هي انك انت تعمل كل اللي انت عايزه، لا. الحرية بتنصرف لتل معاني، ثلاث معاني: الحرية من الخطية، الحرية من عبودية الناس، الحرية من القلق والهم. دول الثلاث حاجات تقريبا، في كتير طبعا، بس ثلاث حاجات تقريبا اللي بيتعبونا: الحرية من عبودية الخطية، الحرية من عبودية الناس، الحرية من عبودية القلق والهم. قلت له هم دول الثلاث حاجات. عشان كده أنا جايب لكم النهاردة باوربوينت كده سريع قوي بيدينا، بيقول لنا إيه هي الحرية. الحرية هي قلب جديد، فكر جديد، علاقات جديدة، رجاء جديد. أربع حاجات، إيه هما؟ قلب جديد، فكر جديد، رجاء جديد، بعد كده علاقات جديدة، آسف، رجاء جديد. هعرضهم لكم بسرعة كده عشان خاطر الوقت، وهقول لكم يعني كل كلمة صغيرة على كل حاجة. تفضل حضرتك، انت اللي هتقلب معايا. ماشي، تفضل. ده الطريق بتاعنا احنا في العالم، ده طريق واضح انه ضيق مش كده؟ لكن تخيلوا معايا واحد عايز يقفز من الطريق الضيق ده ويروح بره، يروح يقع فين؟ يروح بقى في يقع في العالم، فتبص تلاقيه بقى غرق. عشان كده المسيح قال الطريق الضيق هو طريق الامان بالنسبه لنا. انا مش مضيق عليكم لما اقول لواحد بلاش خطيه، مش عشان اضيق عليه، عشان احميه. يعني ربنا مش بيحط قاعده عشان يضيقها علينا ابدا، ربنا بيحط القاعده عشان يحمينا. يعني لما اقول للسواق اقول له لو سمحت لما تشوف الاشاره الحمراء اقف، انا مش بقيده، انا بحميه. لانه لو مشي هيحصل ايه؟ يحصل حادثه. الحوادث اغلبها ايه؟ عدم اتباع اشارات المرور مثلا. فالطريق الضيقه هنا للحمايه، وكله ورد وزهور اللي هي مواعيد ربنا لينا. وده القلب الجديد، والايه بتاعته قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما ايه؟ جدده في احشائي. احنا نحفظ اربع ايات بس، ده القلب الجديد. طب القلب الجديد علاماته ايه؟ اتفضل حضرتك. قلب بيعمل ايه؟ بيحب الكل بلا شروط، بيغفر لكل المسيئين بلا حدود، بيخدم الكل بلا مقابل. يحب، يغفر، يخدم. وعايز اقول لكم على سر بقى في سنكم، معلش كلنا عدينا بالسن، في فرق بين الحب والاعجاب. انت ممكن تعجب بعشرين واحد او واحده، لكن الحب اللي هو يؤدي الى الارتباط، وان كان ده مش هو سنه، ده حاجه تانية خالص. في حاجة بتضحك سمعتها من واحدة، يعني سمعت واحدة بتقول لزميلتها أنا بحب أربعة بس أنا زعلانة. بتقول لها ليه؟ قالت عشان واحد من أربعة بيحب خمسة مكان معايا. ده مش حب، ده اسمه إيه؟ إعجاب.
تبص الواحد ده واحدة تعجب بالمدرس بتاعها تقول أنا بحب مدرس الكيمياء، بتحبيه؟ لا، هي مش حب، ده عبارة عن إيه؟ عن إعجاب. ففرقوا في سنكم بين الحب وبين الإعجاب. ممكن تعجب بناس كتير قوي وبنات كتير قوي وولاد كتير قوي، لكن الحب غير الإعجاب. فرقوا بين الحاجتين دول عشان تعرفوا أنتوا إيه الموضوع بالظبط، موضوع حب ولا موضوع إعجاب. وتقول شعر وتقول قصايد وكل حاجة وكلها تطلع في الآخر إيه؟ إعجاب، ما هوش حب. بيقول هي في آية حلوة، هي كلمة حلوة بتقول إن محبة لا تكلف صاحبها شيئا، هي محبة لا تساوي شيئا على الإطلاق. يعني في مرة واحد بيقول لواحدة أنا بحبك، قالت له أنت قدها الكلمة دي؟ قال لها يعني إيه؟ قالت له يعني أنت قريت أفسس 5:25؟ قال لها يعني إيه؟ قالت له يعني بيقول على الرجل أن يحب امرأته وممكن أنه هو يضحي من أجلها بسبب الحب ده. أنت عندك استعداد أن الحب ده يوصلك للارتباط، أن تاخدني وبعد كده تدافع عني بحياتك؟ قالها لا، مش للدرجات. فساب الموضوع خالص. فهنا محبة لا تكلف صاحبها شيئا. المحبة ممكن بالكلام، بالقصائد، بالنظرات، بالكلمات، بأي حاجة، لكن دي مش محبة، ده مجرد إعجاب زي ما قلنا. خلي بالكم وفرقوا. اللي بعد كده، فكر جديد. فكر عبارة عن ربنا في الأول مش الناس. تفضل حضرتك. ربنا مش الناس. تفضل كمان لسه مركب. الله وليس الناس، الله وليس المال، الله وليس العالم، الله وليس الذات. هو ده الفكر الجديد، ان انا ابقى في حرية مع الناس، احب الكل ولا استعبد لاحد. تاني، حب الكل ولا تستعبد لاحد. في محبة، انواع المحبة انتوا عارفينها واقول لكم بسرعة. محبة مرفوضة اللي هي محبة الجسد زي أمنون وسمار، كان بيحبها لدرجة أي من كتر الحب. يعني ابن عمه راح له قال له مالك عيان؟ قال له من كتر الحب. طب وبعد كده يا أمنون لما خدت اللي انت عايزه؟ قال البغضة اللي كرهتها بالظبط أكتر من الحب اللي كنت بحبها. ليه؟ كان محبة جسدية، بحب المنظر، يحب الجسد. يعني محبة مرفوضة، محبة مردودة، اللي يحبني أحبه ولو يحبنيش ما أحبوش. لا، دي اسمها محبة العالم، الفايدة. طيب بعد كده محبة محدودة اللي هي محبة القرايب والعيلة وكده، ودي محدودة يعني مش واسعة، دي الكل. آخر حاجة محبة مشهودة، محبة مشهودة اللي احنا عايزينها على مثال المسيح، زي ما حبنا احنا نحب بعض، نحب بلا شروط، بلا حدود، بلا مقابل. زي ما شفنا كده، القلب اللي يحب بلا شروط، يعني انا مش بحب واحد عشان شكله، عشان اقدر استفاد منه، اقدر ما اعرفش ايه. بلا حدود يعني بحبه عشان خاطر انا مش عايز حاجه، انا ممكن ادي وادي بلا حدود، بلا مقابل زي ما قلنا دلوقتي. ثالث حاجه، في ناس اللي بيشغلها البال، قلبها دي معلش، قلبها معلش بسرعه كده، اقراها اقراها بسرعه. يعني الناس بيحبوا ايه؟ بيهمهم يفكروا في انفسهم وهم اصلا ما فيش حد بيفكر فيهم. المال، كل اللي حط قلبه على المال، مال منه العالم، والعالم بريق العالم لا ياسر سوى العيون المريضه، اما العيون السليمه فلا ياسرها الا بريق السماء. والذات يعني، يعني انا اهم حاجه ذات. يعني انا هقول لكم على في قول كده معروف، يقول الاناني لي الحياه هي ذاتي، يقول الشهواني لي الحياة هي شهواتي، يقول الطماع لي الحياة هي ممتلكاتي، يقول المتكبر لي الحياة هي إمكانياتي، وفي الآخر خالص لما يجي الموت يقول الموت هو رعب. لكن يقول المسيح لي الحياة هي إيه؟ المسيح هو الموت هو إيه؟ ربح. يقول الأناني لي الحياة هي إيه؟ ذاتي، شهواني شهواتي، الطماع ممتلكاتي، المتكبر إمكانياتي، والموت هو رعب. لكن يقول المسيح لي الحياة إيه؟ هي المسيح، والموت إيه؟ ربح. تمام، فضل حضرتك.
في آخر العمر كل واحد هيسمع، كل واحد فينا هيسمع كلمة من دول. الخاطي هيقول له كنت ترابا وإلى التراب تعود، مات العذر ودفن راح التراب. والبر هيقول له كنت سماء ولا سماء تعود، ومات العذر ومات آسف مات الغني ودفن، ومات العذر وحملته إيه الملائكة. فدي حاجة من الاثنين، صوت من الاثنين هنسمعه في آخر أيامنا. إحنا طبعا عايزين نسمع كنت سماء وإلى السماء تعود. تفضل حضرتك. ثالث حاجة علاقات جديدة. وفي سنكم دايما بتبقى بتربكنا العلاقات، صداقات جميل أو الصداقة، بس أول حاجة تدور فيها على الصديق، يعني زي ما بيقولوا الصديق قبل الطريق. إزاي الصديق اللي يبنيك، يعني مش اللي يهدك. الصديق اللي يبنيك، يعني إيه الصديق اللي يبنيك؟ يعني اللي تحس وانت ماشي معاه بكذا حاجة، تحس بالراحة النفسية، بالراحة الروحية، بالراحة في علاقتك معاه، مش كل شوية ينكد عليك أو تنكد عليكي. واحدة بتقول لي برضو في ثانوي زميلتي خانقاني، بقول لها إزاي؟ بتقول لي مش عايزاني أعرف حد غيرها، مش ده يبقى خانقة؟ قلت لها لا، ده ما يبقاش صداقة أصلا، ده يبقى نوع من الأنانية المقنعة. لكن الصديق الحلو أو الصديقة الحلوة هي اللي عارفاني وعايزاني أنمو في معرفة الناس، في سلوك طاهر نقي، وفي نفس الوقت ما هياش أنانية بتحجر عليا كده خالص وتخنقني. يعني الخنقة دي مش حرية، والحرية هي سر السعادة والفرح زي ما قلنا من شوية. فهنا كونوا قديسين في كل سيرة. يعني إيه؟ يعني في الكنيسة حلو، في البيت حلو. واحدة من الأمهات بتقول لي ابني في الكنيسة قديس وفي البيت عكس كده. معلش، انتوا احيان كتير بيبقى فيه تناقض ما بين الاجيال، فالجيل الجديد ليه افكاره عن الجيل القديم. احنا بنحتاج لكذا حاجة في النقطة دي كسنكو، يعني نمرة واحد التحمل، نمرة اتنين التكيف، نمرة تلاتة الخدمة. تحمل يعني استحمل بابا وماما الى حد، معلش لازم، وما كنتش انا استحمل بابا وماما مين هيستحملهم؟ تاني حاجة التكيف، يعني ايه؟ احيانا بيطلب مني حاجة وانا ما اقدرش اعملها، فبعمل ايه؟ بحاول اكيف الامور بحيث ان انا، يعني واحدة في سنة وبرضو بتقول لي ماما ناشفة قوي، بس مجرد ما احضنها على طول اخد اللي انا عايزاه. انا ما بقول لكمش يعملوا كده يعني، لكن بقول لكم التكيف حلو، يعني ما اخدش موقف العداء من البيت. يعني واحد تاني بيقول لي انا هطلع دلوقتي عندنا هقول لهم عملتوا اكل، هيقول لسه، هقول لهم خلاص انا سيبكم ماشي واروح انزل لكم، خلوا، بيقول لاصدقائه يعني تحت، خليكم مستنيني، لو ما كنوش عمل اكل هنزل، لو قالوا لي اعمل اكل هقول لهم عملتوا ايه، هيقولوا كوسة، هقول لهم ما بحبهاش، وبرضه في الحالتين هنزل لكم. يعني التكيف هنا معناها ان انا يبقى بيني وبين البيت سلام، مهم جدا يبقى بيننا وبين البيت سلام. اتفضل حضرتك. الله له العبادة، تاني تفضل حضرتك، والناس لها ايه؟ العطاء. طيب والمال له ايه؟ المادة على سيرة. ثلاث حاجات بيقابلونا في حياتنا. ربنا له العبادة. واحد بيقول لي يبعت جواب لواحدة لما أخذ في الكلمة، يعني انا بعبدك، لا، بعد شوية الاله المزيفة دي بتسقط. يعني لا، الله وحده، للرب إلهك تسجد وإياه وحده إيه؟ فأوعى تصدقوا اللي بعبودك ولا بعبودك، لا لا لا، ده كلام كده، يعني زي ما بيقولوا زي السمنة تطلع عليه الشمس يدوب، يعني أو لا زي ما أعرفش إيه. تاني حاجة لسه الله، لا أنا بتكلم لسه ما شرحتش الحتة الأخيرة دي، إحنا قربنا نخلص. يعني الله والناس لها ايه؟ الناس لها العطاء. يعني في طبعا كتير بنوصف ناس انانيين، ناس معرفش ايه، ناس بتحبش غير نفسها. خلينا ايجابيين، يعني لما تيجي توصف حد فيه صفة مش كويسة قول مثلا انسان اناني،
فبقول عليه ايه؟ هو محتاج يفكر في الناس التانية غير نفسه. ما بقولش عليه اناني. ليه؟ انا مش لازم احكم على الناس. يعني حكمة كويسة تبقى عندكم في السن دي. مش لازم واحدة في السن بتاعتكم قالت لي ايه؟ اصل القعدة ما بتحلوش غير بمسك سيرة. قلت لها يعني ايه؟ يعني ما تحلوش القعدة غير لما نمسك سيرة فلانة وفلانة وفلانة وفلانة. قلت لها ودي قعدة؟ لا دي 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 يعني عبارة عن قعدة جميلة قوي مع الشيطان. لكن جلسة مع ربنا تبقى ايه؟ ممكن اقول الحاجة السلبية بس اقولها بحاجة ايجابية. فلان ده اناني، لا مش اقول عليه اناني، اقول فلان ده محتاج يفكر في الاخر. اجيب النقطة الايجابية مش اجيب النقطة السلبية. كده بقيت انت ابن صالح للمسيح، بقيت بنت صالحة للمسيح. لكن فلانة ديت وحشة، ده كذا، لا انا اقول الحاجة اللي هي محتاجها وانا كمان محتاجها، لان انا فيها اكيد جزء من الانانية برضو مهما كان. فهقول الحاجة اللي هي محتاجها، محتاجة تفكر في الاخر وانا كمان محتاجة افكر في الاخر. فانا قلت اللي انا عايزه بس بطريقة مسيحية. يا ريت نتعلم الطريقة دي في التعامل على طول. بعد كده المادة عليها السيادة. خلي بالكم العقد الجميل اللي احنا شفناه من شوية، بعد عمر طويل اللي لابساه ده هتخلعه واحدة تانية تورثه منها، وبعد عمر تاني طويل واحدة تالتة هتورثه. كله فاني ورايح. لكن ايه اللي باقي؟ الرقبة، القلب، العقل، هو ده اللي باقي. يعني زي ما بيقولوا الحرية في الخلود. يعني ايه في الخلود؟ يعني لما تحط قلبك على حاجة خالدة تفرح صح، لكن ما تقول انا فرحان باني كسبت كذا خدت كذا، بعدين هتفقده بعد شوية. يعني كل شيء يفقد بالامتلاك زي ما بيقول المثل. كل شيء يفقد بالامتلاك، يعني لو مسكت الحاجة خلاص انت ما عدتش تفرح بيها، ما انت خلاص خدتها. يا أمنون انت عايز يقول انا هموت واخد ثمار. طب خدت ثمار يا أمنون؟ راح نادى الخدام بتاعه قال له ارمي البت دي بره. يا سلام، ليه؟ قال ما خلاص الشيء يفقد بالامتلاك. فخلي بالكم يكونش عندك روح الامتلاك للآخر، عندك روح الخدمة للآخر. آخر حاجة بقى الرجاء جديد. احنا قلنا ايه؟ قلب جديد، فكر جديد، علاقات جديدة، آخر حاجة رجاء جديد. يعني ايه؟ يا واحد يقول لي شوف حضرتك دخلت قلت لنا قلب جديد وفكر جديد وايه؟ علاقات جديدة. لا انا عندي قلب جديد ولا فكر جديد ولا علاقة جديدة. اعمل ايه؟ اقول له خلي عندك رجاء جديد. خلي عندك ايه؟ رجاء جديد. والآية بتقول ايه؟ لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. حافظكم الآية دي بحكاية صغيرة. واحد ماشي كده أيام العبيد، لما كان العبيد بيبيعوه ومشتروه، ماشي لقى واحد ماسك عبده وعمال يضرب فيه، عبد قاسي جدا. فقال له أنت بتضربه ليه كده؟ قال له أنت مالك؟ ده عبد عندي وأنا حر فيه، والقانون بيقول لو موت العبد بتاعك ما بتاخدش حاجة، ده ملكك زي بالظبط زي ما يكون كرسي زي ما يكون أي حاجة. قال له طب ممكن تبيعه؟ قال له بيعه. لقاه حلاوه في عينه راح فرض ثمن عالي قوي، قال له برضه هشتريه واشتراه. مسك العبد وقال له ايه؟ ما تخافش انا فديتك. فديتك يعني حررتك، انت من النهارده مش عبد. تمام؟ العبد طبعا كانه في حلم فضل يبوس في ايديه ورجليه وهيمشي. قال له استنى خد تعالى قول لي اسمك ايه؟ ده الراجل بيقول للعبد، السيد الحلو ده بيقول للعبد اللي حرره اسمك ايه؟ فالعبد قال له بصراحه انا مش فاكر، سيدي اللي انت شفته بيضربني كان بيناديني دايما يا بالشتيمه يا باسم حيوان، فانا مش فاكر ما اعرفش اسمي، بس فاكر كده حد زمان وانا صغير كان بيقول له فلان. قال له خلاص انت من النهارده بقى اسمك فلان الاصل. يا سلام، قد كده رجعت لي كمان اسمي، انا متشكر خالص. وهيمشي قال له خد تعالى. قال له ايه كمان؟ مش كفايه انك حررتني ورجعت لي اسمي؟ قال له عايز ايه تاني؟ قال له انت من النهارده مش ما اسمكش فلان، اسمك فلان ابن فلان، انت من النهارده ابني. لا تخف لاني فديتك، دعوتك باسمك انت ايه؟ هو القصه كده. ودي قصه الفداء. المسيح لقانا واحنا معذبين من عدو الخير بيضرب فينا وبيعذبنا بالخطيه وبيعذبنا بالافكار الشريره. قال ما تخافش انا فديتك بالصليب، تعال عند الصليب.
عشان كده عايز انصحكم واحفظكم صلوه حلوه قوي. كل ما تلاقي الخطيه جامده عليك قوي صلي الصلوه اللي هقولها لك: يا رب يسوع، بحق صليبك كرهني في الخطيه اللي صلبتك. تاني: يا رب يسوع، بحق صليبك كرهني في الخطيه اللي ايه صلبتك. نقدر نقولها مع بعض؟ يلا كده: يا رب يسوع، ايوه، بحق صليبك، ايوه، كرهني في الخطيه اللي صلبتك. احيان كتير شاب يجيني برضو في سنوك ويقول لي: مش قادر ابطل الخطيه، بحبها مش قادر ابطلها. اقول له: طب صلي الصلاه دي كل يوم: يا رب يسوع، بحق صليبك كرهني في الخطيه اللي صلبتك. بس كده. فالمسيح جه فدانا ورجع لنا طبيعتنا الاصليه فيه، الطبيعه الجديده في المعموديه، وبعد كده قال لنا: خلاص انتوا اخذتوا التبني، انتوا بقيتوا ابناء، مش بس ابناء، ورثه كمان. اخر حاجه بقى، ايه اللي بيخلينا مخنوقين ويأسانين؟ اول حاجه الظروف. الظروف عباره عن شمس وغيمه. الشمس ثابته والغيمه متحركه. الشمس هي شمس البر المسيح، الغيمه هي الظروف. الظروف ماشيه بس الشمس ثابته. فخلي بالك لما تكون مخنوق من ظرف من الظروف، خليك عارف دي غيمه وهتعدي. قول لنفسك كده: دي غيمه وهتعدي. الحاجه الثانيه، اتفضل حضرتك. الناس، ده الواد الصغير ابوه شايله وهو بيقول له: اتحملني اليوم. زي ما بيكون، لو تخيلنا الطفل بيتكلم بيقول لابوه: اتحملني النهارده عشان بكره هتشيخ وهشيلك انا. فسلف ودين، لو اتحملت النهارده اللي اتحملته هيتحملك بكره. قدم الخير هتلاقي خير، ده التعامل مع الناس. حب الكل وما بتبقاش عند الحد. اخر حاجه، مع ذاتي مهما كان ضعفي. واحد يقول لي: طيب انا الظروف ما تهمنيش، الناس ما يهمنيش قوي، انا بحب الكل، لكن انا ضعيف، بسقط كتير وبتعب كتير، اروح لابونا، ابونا يقول لي: اعمل ايه الاسبوع ده والشهر اللي فات؟ اقول له: انظر ما سبق يا ابونا، كل حاجه بعملها تاني. اقول له: ولا يهمك. يعني ايه؟ مهما مع ذاتي مهما كان ضعفي، انا اللي مايل في الارض والمسيح هو اللي مش معايا. انا بص فين؟ بص في الارض. والمسيح بص فين؟ بص لفوق. طول ما انا باصص في الارض انا يأسان، لكن عايز المسيح بيقول لي النهارده ويقول لكم: بصوا لفوق، متخافوش، متخافوش، لان النصره جايه. متخافوش لان ربنا دايما معاكم باستمرار، حرسكم، قوته معاكم في كل وقت. اخر حاجه، اتفضل حضرتك كملها. ماشي عادي. ده انا او انت وانتي، وانا خرجت من المعموديه وماشي في طريقي ناحيه السماء. ايه المدينه الاخيره اللي هناك دي؟ اسمها ايه؟ السماء، اسمها المدينه المنوره، مش كده؟ المدينه المنوره، اصل هي دي المنوره اللي ما فيهاش يعني ضوء او نور صناعي، ده هي اللي بينورها ربنا بس. فكل ما بقع وانا ماشي في السكه المسيح بيقومني ويزقني لقدام. فانا اسمي بقع، بس في نفس الوقت بقوم: لا تشمتي بي عدوتي، ان سقطت ايه اقوم، وان جلست في الظلمه فالرب نور لي. ربنا يقومني ويشدني لقدام. ففي طريقي ليس لست حيث كنت، ولكن لست حيث اريد، ولكنني ليس حيث كنت. القصه دي انتوا عارفينها، القصه اللي تحت تقدم لو تحت الصفر. فاكرين القصه بتاع بابا شنوده؟ قالها تالي سمعتوها لما كان اسمه الاستاذ نظير جيد، كان بيدي درس كده ببلاش للولاد يعني تبرع. ففي واحد كده كان فهمه بطيء قوي، فالاستاذ نظير قال له: يا ابني انت مالكش في التعليم. قال له: ليه يا استاذ؟ قال له: ما انت كل مره صفر صفر. فقال له: طب يا استاذ نظير، الصفر المره دي خدته على كم غلطه؟ قال له: على 7 غلطات اهو باين. قال له: طب المره اللي فات؟ قال له: على 10 غلطات. قال لي: يعني في تقدم تحت الصفر. فالاستاذ نظير قال: من ساعتها بطلت ايأس من اي حد. واحنا عمرنا ما نيأس من اي حاجه. سئل احد الاباء: كيف احيا حياه السهر؟ فاجاب: عش يومك كان المسيح مات بالامس وقام صباح اليوم وسياتي مساء.
عيش مع المسيح كل يوم وقول له زي ما قلنا كده من شوية، علمني كيف أحبك، كرهني في الخطية اللي صلبتها. كفاية الصلوتين دول لو كل يوم هيعملوا تغيير حقيقي في حياتنا. أخيرا نصلي أن يعطينا الله أول حاجة قلب جديد، والآية بتقول تفضل احنا بنرجع بس بسرعة، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد فيه فكر جديد. أما نحن فلنا فكر المسيح، علاقات جديدة، كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة. آخر حاجة رجاء جديد، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. تمام، كل سنة وانتم طيبين. لو عندنا الحاجات الجديدة دي كلها هيبقى لينا السماء الجديدة والأرض الجديدة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. هو كانوا بيقولوا أسئلة لكن ما أظنش إن في وقت الأسئلة، يعني إنما سؤالين بسرعة كده أجاوبهم. بيقول لو في حاجة، سؤال يعني، بيقول لو في حاجة مش قادر أقولها لباعترافي وبس دايما بحكيها لربنا ومش حابب أعترف بيها عشان تقدر يديني حل. أنا معاكم، كلنا مرينا بالخطوة دي، كلنا مرينا بالحكاية دي يعني، وكلنا اشتكينا الشكوى دي. في حاجة مش قادر، عايز أقول لكم قبل الاعتراف عارف كل حاجة، يعني عارف كل الخطايا، ما كلها مكتوبة في الإنجيل، خطايا وخطايا فظيعة موجودة في الإنجيل كلها، ومفيش خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة. ليس إنسان بلا خطية، ليس خطية بلا غفران، ليس غفران بدون توبة، ليس التوبة بدون تقديم القلب كله. عشان كده ممكن كان مرة أحد الآباء قال اكتبها في ورقة كده وسيبها لأبونا، قوله معلش يا أبونا بقراها بعدين مثلا، ممكن يعني. والآباء نشكر ربنا، أباكم حلوين قوي يعني، بيشفقوا خالص على الضعيف. وما تنسوش أبونا يعني ربنا مديله قلب واسع جدا جدا جدا، يعمل حاجتين، يستحمل كل اللي بيسمعه وينسى كل اللي بيسمعه. فعمره ما هيبص لي لو انا رحت لابونا، انا كنت في سنكم برضو وخايف كده، فقول لي يا ابني انا عمري ما ببص لك بناء على انت عملت ايه، انا ببص لك بناء على انت بتحب ربنا قد ايه. تاني، انا مش ببص لك انت عملت ايه، انا ببص لك انت بتحب ربنا قد ايه. وطالما انت بتحب ربنا كل شيء مغفور والحل يفعلك سهلة. لو الشخص وقع في خطية كبيرة وتعود عليها، في هل ممكن يخرج منها بسهولة؟ ممكن، زي ما بقول لكم هي الصلاة، صلوا الصلوتين دول، علمني يا رب زي أحبك، كرهني في الخطية اللي صلبتك بحق صليبك، كرهني في الخطية اللي صلبتك وعلمني زي أحبك. كفاية قوي دول، لو تصلوهم صح ربنا هيشتغل في قلبكم حلو قوي. ربنا معاكم، ولإلهنا كل مجد وكرامة.